اسمعها وتعرف كل شيء. ايوه تقول لي سالفتك. والله سالفتي حلوه اقسم بالله وتستمتعون عليها والله. نزل لايك سبسكرايب. لا شير. حلوه لها فكره ولها يعني قول فيها ريجي يلا اقول لهم صيد وصيد هذا ضبع يقول هم وراه مرض دخل ذيك الخيمه. انت الضبع؟ الضبع دخل الخيمه قام ينادوني يا راعي البيت وظهر رجال متنجدين سيفه قالوا هات السلامات ايش فيك؟ سيف هات الوضع. قال والله يا من دخل بيتي والتجي فيني انه ما حد يقربه. قال يا لقيت اعوذ من الشيطان صيدنا ودخل في بيتك راح ضبع ما هو بيساعد دخل بيتك. قال كائنا من كان والله ما حد يقربه. حيد الراس مسك قال هو لك والله يحفظك ودبر الرجل اروح طال عمرك وحلب له حطه على سحله وقدمه للضب. اي والله وراح ورقد سوى الضبع معروف الضبع ينبش القبور في خبث فقوم طال عمرك هو راقد على صاحب البيت ذبح صاحب البيت لا مخلي بطنه مثل البوابه قطع قطع ودبر. جاء اخوه يا فلان يوم دخل شفت النكر الاخوه طال عمرك المصارين في جهة لا مع الغليظة في جهة والسلوت في جهة كل شيء فيه. الله خذ سيفه وخذ قوسه في ضيقة في الحق الضبع في الحق في الحق لين تبع عن طريق الدم لين وصل إليه أرحب يوم وصل إليه طال عمرك خذ قضاه وفي ضيقة يوم خذ قضاه يا طول عمر أنشد قصة حلوة ولها فكرة. ومن يصنع المعروف في غير أهله يلاقيك ما لاقى مجير معامري الضبع يسمونها معامر الله ايه والجرد يسمونها معوف قديم العرب. ومن يصنع المعروف في غير أهله يلاقيك ما لاقى مجير معامري هذا اسلم أعدلها لما استجارت ببيته أحاليب ألبان اللقاح الدوائري وأسمنها حتى إذا ما تمكنت فرته بأنياب لها وأظافري فقل لذوي المعروف هذا جزاء من يجود بمعروف على غير شاكري. بعض الناس سبحان الله ما مهما تسوي له ما يسحق يعود عليك يا اخي اقسم هل جزاء الاحسان الا الاحسان جاء مثلا ومن يفعل المعروف في غير اهله لا قل فقل لذوي المعروف هذا جزاء من يجود بمعروف على غير شاكري او شاكر يقول لهم ثاني عليك لو تعطي عيونك هو شدت معاه الذيب موجود على وجهه انقهر جت القصيده على وجهه خويا ولد لا الذيبان اللي مسوي انه الضبع احتمى في بيته والله لا احتمى الا والله ضحك عليه شرب اللي بنطع عمكم شرب فينتو مروح الذيبان. انا امس جاني الشيطان كذا يوم قالوا الحصانه عبد الله خماش الشيطان.